السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يلا نتعلم إنجليش مع ميس هامرت وان. النهاردة إن شاء الله هناخد منهج كونكت وان برايمر وان فيرست ترم، منهج الصف الأول ابتدائي الترم الأول. هناخد طبعا هنشتغل مع بعض من كتاب الأضواء جيم اللي حابب يتابع معانا إن شاء الله. هنحل التدريبات والدروس درس بدرس، ولو في أي شيء وقف معاكم اكتبوه في الكومنت أو على صفحة الفيسبوك، على صفحة القناة على الفيسبوك. أوكي، هناخد النهارده ليسون 3. ليسون 3 طبعا الدرس الثالث احنا اخدنا اليونت ده، عنوانها هالو بمعنى اهلا. دي صيغه بتستخدم لتحيه الاشخاص. اوكي، طبعا الرد بتاعها بيبقى نفس الكلمه او السيم وورد اللي هي هالو او اهلا. ليسن اند ريد اند دو. اوكي، طبعا ليسن الاستمع يعني، ريد اند دو وافعل كما يقال لك. The most important thing يا ولاد، لازم نعرف ان اهم شيء ان احنا ايه listen، استمع للحاجة الاول مرة بتشوفها، لازم تبقى عارف ايه هي الحاجة دي كويس، وبعد كده ايه read، حاول تقرأ لوحدك and do، واعمل ايه التعليمات او التدريبات اللي هي ايه instructions اللي هي تقال لك. Open your book. Open your book. Open your book يعني ايه؟ افتح كتابك. Open your book، افتح كتابك. اوكي، ممكن يا ولاد كلمة your book دي اغيرها، اقول ايه open your hand يعني ايه افتح ايدك. open your eyes افتح عينيك. open your mouth افتح فمك. يبقى انا ايه اهم حاجة كلمة open بحط وراها open your book افتح كتابك. close your book. close your book again كرر معايا. close your book. close your book اغلق كتابك. open your bag. open your bag. open your bag افتح حقيبتك. close your bag. close your bag اغلق حقيبتك. let's play. let's play. let's play يعني هيا نلعب او هيا بنا نلعب. دي بسميها يا ولاد، بسميها instructions. instruction يعني ايه تعليمات. اوكي، again open. open your book. open your book. close your book. close your book. open your bag. open your bag. close your bag. close your bag. let's play. let's play. let's play. let's play اخدنا قبل كده اللي هي كلمة let's بيجي دايما وراها الفعل في حالة المصدر. let's plus infinitive يعني الفعل في حالة ايه المصدر، يعني الفعل بدون اي اضافات. ممكن اقول ايه let's eat هيا ناكل. let's swim. swim يعني ايه اولاد؟ هيا نسبح. let's jump هيا نقفز. اوكي، يبقى انا بغير الفيرب هنا. let's play. let's eat. let's swim. let's jump. اوكي، هتلاقوا برضه فراش كاردز خاصه بالليسون. sing غني. listen and repeat. open your bag. open your book. open your bag. open your book. say hello. hello. say hello. 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 hello hello hello. it's time to say hello. it's time to say hello. طبعا هنا بقى open your bag يعني افتح حقيبتك. open your book افتح كتابك. say hello hello يعني القي التحيه ايه hello. طبعا هم hello hello hello. it's time to say hello يعني حان وقت ايه ان تقول اهلا او مرحبا. close your bag. close your book. say goodbye. say goodbye. 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 it's time to say goodbye. طبعا ايه close your bag خلاص المدرسة خلصت او listen. اقفل الحقيبة. close your book اقفل الكتاب بتاعك. say goodbye قل الى اللقاء. طبعا it's time to say goodbye طبعا حان وقت ايه الوداع او قول الى اللقاء. هنا الفوكابلري طبعا اللي هنحفظها يا اولاد ياريت نكتبها بطريقة صحيحة. اوكي، open زي ما احنا شايفين كده حرف الاو من الحروف اللي بتبقى في السطر كابيتال. او بي حرف البي تحت السطر بي سمول طبعا ده. او بي اي ان open your
book. طب عشان خط كبير شوية معايا انا عشان يوضح معاكم and so on. وهكمل بقيت ايه exercise. Open your book, close your book, open your bag, close your bag, let's play, let's play. Okay. هنا هناخد activity او تدريبات على lesson 3. Trace and match. Trace and match طبعا تتبع وايه وصل. اول حاجة هنكتبها لغاية الاخر. Open. O. P. E. M. Open. Your. Y. O. U. R. Your. Bag. Bag. البي والاي. Bag. Open your bag. Okay. اللي بعديها. Close. Your bag. Close. C-L-O. Close. Your bag. طبعا حرف الاس يا ولاد بيبقى حرفين متحركين الصوت بتاعه تبقى زي حرف ايه الزي. Close your bag. Open your book. Open your book. P-O-O-K. And exclamation او علامة تعجب. هنا طبعا open your bag افتح اللي هو open your bag يعني ايه افتح الحقيبة بتاعتك. Open your bag. Open your bag. طبعا احنا عملنا التتبع بتاعها trace and match. Open your bag. Open your bag طبعا open your bag زي ما احنا شايفين يا ولاد افتح اللي هو الحقيبة. Close your bag طبعا close your bag اقفل الحقيبة. Number 3 open your book يعني ايه افتح كتابك. Open your book. Open your book. Okay. Number 2 read and put right or false. طبعا اقرأ وضع علامة صح او خطأ. Close your bag. Close your bag طبعا هنا اقفل الحقيبة بتاعتك طبعا دي false لان ايه هنا دي open اتجاه ده معناها open. Okay. Close your book. Close your book يعني ايه اغلق الكتاب. True. Number 3 open your bag. Open your bag طبعا هنا دي false. ليه؟ طب ما نفس الاتجاه يا مس احنا قلنا كده معناها open your bag طبعا false لان ايه your book. Open your book. Number 3 look and read and choose. Open close your book طبعا ليه open your book. Number 2 close your book or bag. Close your bag. Open your book. Open your book. Activity number 4. Read and complete. Read and complete بمعنى اقرأ واكمل. Open your طبعا هنا الباك دي اللي هي bag. B-A-G. Close your طبعا الصورة بتاعت ايه يا ولاد book. Close your book. Number 3. Open your book. Open your book. Open your book. Okay? Open your book. Number 5. Rearrange and write. طبعا جايب لك sentence بقول لك rearrange and write يعني رتب اعد ترتيبها واكتبها بطريقة صحيحة. هنا open O P E N open open A your bag P A G and exclamation او علامة التعجب. Close C L O S E close your very good close your book.
Number three. Close your bag. Close your bag. Okay? Close your bag. Number six. Trace and copy. Trace and copy بمعنى تتبع وأنسخ. طبعا النسخ يبقى في الكراسة تحت. Close C-L-O-S-E. قلنا طبعا حرف الاس لما بيجي بحرفين متحركين. Close your bag. P-A-G and exclamation علامة تعجب. Close your bag. Okay? Close your bag. وبكده نكون خلصنا lesson 3 يا أولاد. ياريت سبسكرايب للقناة. نعمل لايك للفيديو عشان يتفعل وكله يستفيد بيه. ان شاء الله هنحل الدرس الجاي, هنحل التدريبات على الوحدة الاولى كاملة, وهنعمل فيها الاكسرسايز او الاختبارات الموجودة علشان ايه تتعود او ازاي تعرف تحل لوحدك. هتاخد تايم, هتاخد وقت تشوف كل سؤال تقرره, وان شاء الله هنتابع مع بعض الحصة الجاية او الدرس الجاي ان شاء الله. Thank you and goodbye Miss Hamradwan.